لكن مجددا، هل اقتربت إيران من صنع السلاح النووي؟ اقتربت نسبيا، لكنها في الوقت ذاته ما زالت بعيدة. وفقا لأحدث تقرير لوكالة الطاقة، تمتلك إيران الآن 43 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، لكنها من أجل صناعة السلاح النووي تحتاج إلى 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%. إذن ما زال أمام إيران بعض الوقت كي تنجح في مسعاها، لكن لا يمكن للغرب الاعتماد على هذا الأمر، لأن أجهزة التخصيب لديها تعمل بأقصى سرعة وطهران تحدثها باستمرار. لنفترض أن إيران وصلت للقنبلة، الثابت لدى الخبراء أن هذه القنبلة ستكون بدائية مقارنة بما هو موجود في عالم اليوم، ستكون مثل قنبلة هيروشيما، وأفضل طريقة لاستخدامها ستكون عبر إسقاطها جواً، وهذا بالنسبة للأهداف القريبة. أما بالنسبة لضرب أهداف بعيدة فالأمر أكثر صعوبة، يجب على إيران حينها تصميم قنبلة بمواصفات خاصة لوضعها على رأس صاروخ مع مراعاة مشكلات تقنية معقدة للصاروخ الذي سيحملها، ومنها الخروج من الغلاف الجوي والعودة للهدف. بعد كل هذا، متى يمكن أن تصل إيران؟ المدة التي قد تحتاجها لصنع سلاح تدور في إطار سنتين، لكن هناك شيئاً شديد الأهمية لفت إليه رافائيل غروسي. ما تكتسبه إيران من خبرة لا يمكن عكسه.